ملك ومالك بس يا ابني 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 بس السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الواحد بيستغرب من الترندات اللي بتطلع اليومين دول، بالذات الترندات اللي بتطلع في الأفراح، وزي ما حضراتكم شايفين كده ده إسلام ومراته ياسمين. أيوة، ما هما الاتنين في عيد جوازهم عملوا حفلة كبيرة وبقول لها أنا جبت لك عربية، ومسك الحديدة في إيده اللي هو الميكروفون أو المايك، وبدأ إن هو يتكلم كلمتين كده إن هو يعني الجميل اللي انت عملتيه فيا، وان انا ما لاقيش زيك، وان انا وان انا. فطبعا العروسه فاكره ان الكلام كله عليه. قعدت واقف جنبي طول الفتره اللي فاتت دي وانا حبيته ووعدته ان اكون معاه دايما. يا ست اسبوعي بقى. نعم مش انا محل الاربعه يا جماعه، بس اللي جايه دي بالاربعه. انا اخترتك انت اول واحده. يا ست اسبوعي بقى. بس من ساعه ما شفتها وهي غيرت لي فكره كل حاجه عنك، خلتني بجد اشد ليها واحبها. هي ممكن ما تصدقش نفسها لان انا وعدتها ان انا هفرحها يوم فرحي. عايز اقدم لكم يا جماعه احلى حاجه حصلت في حياتي بعد ساسو. وعدتها ان احنا هنكون عيله واحده. عارف ان الموضوع هيكون صعب لان ما حدش هيقول ان في حد يعرف حبيبته الثانيه يوم فرحه قدام مراته، ويتقدم لها قدامكم كلكم ويقول لها انا بحبك وعايز اتجوزك. وده كانت مفاجاه ليها ان هو بيطلب ايد صاحبتها في الفرح، وقال لها انا مش هلاقي احسن من كده وقت او احسن من كده ان انا اكرمك فيه، ان انا اطلب ايدك وان انا البسك الدبله في عيد جوازنا. مالك ومالك بس يا ابني 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 وان الشرع حل الأربعة. يعني بسم الله ما شاء الله، تعرف انت ايه لسه عن الشرع اللي حل الأربعة علشان خاطر تعمل كده مع مراتك في الفرح. المهم كانت الصدمة جامدة جدا لزوجته، وزي ما حضراتكم شايفين كده راح صافحها بالقلم على وشها، وهي كمان بقت البنت بقت تقاومه، وبدأ ان هو يضرب ويشتم، والناس طبعا تحوش من هنا ومن هنا، والاخر برضو راح علشان خاطر يلبس صاحبتها الدبلة. والصدمة طبعا كانت جامدة جدا على العروسة، صوات وزعيق وازاي تعملي كده، ويخطفت الرجالة ويلي ويلي. ونتخيل بقى بعد الضرب وبعد كل اللي حصل دوت، وان هي يغمى عليها وتقع على الارض، ينزل عليها ويبصها ويقول لها ده كان مقلب. ايه ده؟ بيعملوا مقالب في الافراح علشان خاطر يبقى ترندات. بسم الله ما شاء الله عليك. يعني انت ما خفتش من رد الفعل اللي هي كان ممكن يحصل لها، يحصل لمراتك؟ يعني رد فعل عنيف جدا لما تلاقيك ان انت في يوم فرحها بتتجوز واحدة تانية. طب ما ممكن تكون من كتر الحزن اللي هي فيه والزعل اللي هي فيه كان ممكن يحصل رد فعل اسخب من كده كتير جدا، وممكن ان هي كانت تموت فيها. ده كل ده علشان خاطر ايه؟ علشان خاطر الاسلام يشتهر وياخد مشاهدات ويطلع على القنوات ويبقى ترند. بيعملوا اليومين دول حاجات غريبة جدا في الافراح. اخر المستجدات بقى ان هم بيتخانقوا مع بعض في الافراح. تلاقي الواحد من دول يمسك خطيبته او يمسك عروسته يضربها ويتخانق معاها، والاخر يقول ده كان ترند، يحضنها ويقول ده كان ترند. هنقول ايه غير لله الامر من قبل ومن بعد. بشكركم جدا، بتمنى من حضراتكم الاشتراك في القناه، تفعيل زر الجرس، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.